اولا الازمه ديال التعليم مازال مستمره، كنا كنتظروا انه مع نهايه السنه تلقى حل مع الاساتذه. بالفعل الوزاره جلست مع النقابات الاكثر تمثيليه وشركه التنسيقيه ديال الاساتذه ديال التعليم فواحد الجوله وحيده، ولكن مع كل الاسف حنا كنا كنتمناو انها تجلس معهم لانه هما اللي قايمين بهذا الحراك التعليمي وعندهم مطالب ملف مطلبي، ربما ما غاديش يتحقق كله في لحظات يعني سريعه، ولكن على الاقل المطالب اللي عندها اولويه باش يرجعوا الاساتذه والكرامه ديالهم مصونه وراسهم مرفوع، يرجعوا الاقسام وهما كلهم حيويه باش يمكن لهم يستدركوا ما فات ويقوموا بالتعليم والتربيه، لانهم راه بالنسبه لنا هاد الاساتذه راهم العماد الاساسي ديال المدرسه. راه ما يمكنش الا سبقتي المدرسه وفرتي فيها الكراسه لما كانش الاستاذ مطمئن وعنده واحد الاجر اللي هو يعني محترم والكرامه ديالو مصونه والحقوق ديالو مصونه وما خدامش في اطار عقده محدده في الزمان، خدام في الوظيفه العموميه وكيمكن له يعني يتقدم في السلم ديال هذا ديال الوظيفه ويحسن الوضع ديالو، راه ما يمكن لناش نتكلموا على النهضه ديال التعليم. مع كل الاسف حنا شفنا الوزاره ملي شفنا الحوار قلنا ربما سياتي منه خيرا، ولكن كاينت الاقتطاعات وانتم تتعرفوا الاجور هزيله ديال الاساتذه، راه عيب وعار اننا نقتطعوا الاستاذ بدون وجه حق، لان الدستور كيحمي الحق في الاضراب السلمي الحضاري اللي كيقوموا به الاساتذه، وما يمكنلكش اليوم الدوله راه دخلت 14 مليار ديال الدرهم في هاد الاقتطاعات، ثم انها تجي في الاونه الاخيره من اجل اجبار الاساتذه وهم صاغرين يرجعوا للقسم انها تقوم بالتوقيف ديال القيادات ديال الحراك التعليمي والاستاذات والاساتذه المحترمين، وهذا الشيء غير مقبول، وراها شافت بان الاقتطاعات لم تثنيهم على الاضراب، وكذلك حتى هذا التوقيف، وهذا التوقيف اللي هو جاب واحد الطريقه اللي هي معيبه، ما تتحترم لا قانون لا والو، فيها واحد الحس انتقامي، وهنا كنتسائلوا، حنا وجهنا رساله للسيد وزير التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، بغينا علاش كيلغيو الوسائط؟ الاحزاب الجاده اللي حنا اجتمعنا مع التنسيقيات لعده مرات، عندنا حلول باش يمكن لنا نرجعوا هذا، بغينا نجلسوا مع السيد الوزير وثم اننا نقترحوا هذه الحلول ويجلس مع التنسيقيات، هذا ماشي فيه تنقيص، لان هذه هي الديمقراطيه التشاركيه في العالم كله، التنسيقيات تيجلسوا معها الوزراء، الحكومه تتجلس معها باش نلقاو حل، لانه الحكومه خاصها تكون في خدمه هذا الشعب، في خدمه السلم الاجتماعي، ولهذا احنا ما فهمناش هذه المقاربه انتقاميه، نحيدوا لهم الاجور، نوقفوهم، نخلعوهم، نهددوا الاسر، وهذا الشيء كله يعني ماشي معقول، وكيجعلنا نتسائلوا وبمراره، واش المغرب تيليكوموندي من برا؟ ولا هذه الحكومه بيدها القرار؟ اذا كان بيدها القرار اذا عندها الحل، والحل راه معروف باش يمكن الاساتذه يرجعوا بكرامتهم الاقسام ديالهم ونزيدوا، حنا غاديين خطوه خطوه نتقدم. حنا يؤلمنا ملي كنشوفوا المغرب جا في الرتب الاخيره ديال بيغلس وديال تيمس، وحنا ما كنعرفوا القرا ونعرفوا نحسبوا ونعرفوا نديروا والو، في حين العلماء ديالنا غادروا البلاد، راه سؤال هذا كبير خصنا نطرحوه، فينا هو؟ حنا عندنا بعض الاجوبه بغينا نتشاركوها مع الحكومه باش اذا كانت غير هذا نعبروا لها على وجهه نظرنا، تستمع لنا وتستمع بالخصوص التنسيقيات الموحده ديال الاساتذه اللي عندهم ما يقولوا، وعندهم غيره على بلادهم، وعندهم غيره على المدرسه العموميه، وراكم شفتوا بانه المطلب ديال الفلوس ماشي هو الاول. استاذ، واش هذا الضغط هذا اللي كيمارسوا على الاساتذه واش ممكن انه ينهي هذا الشيء؟ وهما تيلعبوا على هذا الضغط هذا، لانه كيخلقوا به ذاك السياسه ديال الفريق تسود، شي بغى يدخل شي ما بغاش يدخل، شي مراته ما خداماش والدراري في الدار وخاصنا نديروا، راه ماشي طريقه، ماشي طريقه مسؤوله. انا بالنسبه لي المسؤول على الوزاره خصو يكون رافد الهم ديال السلم وديال حمايه حقوق مواطنات ومواطنين، وعلى راسهم السيدات والساده الاساتذه، ما يهددهمش بالتوقيف، ما يهددهمش بالاقتطاعات المتتاليه، بل بالعكس الاقتطاعات خصها ترجع للاساتذه لانها تخذت بدون وجه حق. الاساتذه كون كانوا سالين دابا ومشاو للمحكمه راه غيغرقوا المحكمه بالملفات ديال هذه الاقتطاعات اللا قانونيه وبهذه التوقيفات كذلك اللا قانونيه. استاذ، الدوره يعني واش كاين شي خيارات مطروحه من اجل التعويض؟ دابا هاد الدورة مشات، خصنا نذكروا عاد والبارح في كوفيد ما قراوش دراري، والحكومة كاع ما رفضت الهم، لأنه قراو الدراري وما يقراوش ماشي سوقها، المهم هي أنها تقلص كتلة الأجور، وأن ما تزيدش الأساتذة وتخلق من الأساتذة الفقراء الجدد، وأنها يعني تحكم قبضتها على هذا الشعب بالتفقير والتجهيل وبالأجور المتدنية، ما يمكنش هادشي، راه الناس فهمت وعاقت، وهذا يعني هذا الوعي ديال الأساتذة راه غادي بالاتجاه الصحيح ديال الحفاظ على السيادة ديال بلادنا وعلى وضعها على الصحيح، يعني السكة الصحيحة ديال التنمية اللي أساسها تنمية الإنسان، ومن هنا تحية عالية
تنشيدات السادة الأساتذة ومطالبتنا بإعمال الحكمة من قبل الحكومة والوزارات اللي معها يعني كلهم باش يشتغلوا لأجل إيجاد الحل وليس التمادي في الضغط على هيئة التدريس. أستاذ الكريم، القطاع اللي كيعيش وضع مقلق في حالة ملاك الضغط لا بشي ناس البيضاء ولكن وضع القطاع الخاص يكون أكبر متضرر غير التدريس. والقطاع الخاص يعني بالفعل حنايا كنقولوا بانه دوله ناميه بحال المغرب راه خصها تعليم مجاني موحد اللي يبقى محافظ على الاختلاط الاجتماعي. بالفعل ومنذ الجائحه ديال كوفيد وحتى قبل منها بان بان القطاع ديال التعليم قطاع ربحي بزاف، ومشاو ليه واحد العدد ديال بوشكاره ماشي الناس ديال التعليم، مشاو باش يربحوا فليسات. بالفعل حنا ماشي ضد الناس تربح فليسات، ماشي مشكل اذا كانوا يعني مستثمرين وكذا، ولكن مع كل الاسف انه القطاع الخاص هو غادي يخسر، القطاع العام راه غادي في الخسران لانه الحكومه ما بغاش انها تستجيب. ولهذا النهوض بالتعليم بالمنظومه التعليميه في بلادنا ككل، يعني التعليم العمومي اللي هو مازال كيستقبل راه اكثر من 90% ديال المغاربه، وثم التعليم الخاص حتى هو تعطاه الامكانيه ديال النهوض باش نمشيو ماشي بسرعات مختلفه ولكن بسرعه واحده. احنا ماشي ضد التعليم الخصوصي ولكن نحن مع التعليم العمومي الجيد الذي يحقق تكافؤ الفرص واللي غادي يخلق لنا ذاك المواطن المتوازي اللي عنده علوم وعنده كفاءات وحس نقدي وغادي يكون مواطن صالح وغادي يخدم المصلحه ديالو ويكون مستقل ويخدم مصلحة البلاد ايضا غدا. تصدق ان الامتحانات كيشرفوا على الاساتذه القطاع العام، وبالتالي في حاله ما لا قدر الله كانت سنه بيضاء راه هما غيضربوا لنا شنو غيكون المصير ديال هذوك اللي كيقراو في الكليه. لا شوف دابا المغاربه مشاو للتعليم الخاص مجبر اخوك على بطل، لانه المدرسه مسدوده، لان الحارس ما كاينش، لان المخدرات كتبع في باب، لانه الاساتذه ما كاينينش في جميع المواد، لان الطاولات مهرسين، لانه التقنيات الجديده ديال ماشي دائما كتكون متوفره، لانه البعد المدرسه في الباديه في الجبال، كاين بزاف الحويجات جعلت الاساتذه يعني الاسر المغربيه واخا ما عندهاش امكانيات كبيره خصوصا الاسر المتوسطه كتمشي للتعليم الخاص، وهذا اختيار ديال احنا كنحترموا الاختيار، ولكن اليوم كلشي غيتضرر. ولهذا مرة مجددا نطالب الحكومة بإعمال الحكمة والعقل وأننا ما نصغوش لتوصيات المؤسسات المالية، لأن التعليم إطار وقطاع منتج وليس بقطاع مستهلك، وخصنا نحييو السادة الأساتذة. ولنا في التجارب ديال دول فنلندا في سنغافورة كل هذه الدول اللي نهضت بالتعليم نهضت نهضة شاملة، وانه هذه الحكومه الا بغات تذكر في التاريخ خصها تحقق المطالب ديال الاساتذه اولا، ثم بعدها نرى المجالات الاخرى ذات الاولويه. شكرا لكم. ارجو ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.